السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في إذاعة جديدة في يوم جديد في إذاعة جديدة رفقة التلاميذ أروع بإذن الله. ونفتتح إذاعتنا اليوم رفقة التلميذ عمر حسون في كلمة اليوم. تفضل عمر. Bonjour mes amis, j'aimerais bien que ce soit un grand jour. J'aimerais bien aujourd'hui soit un grand jour, plein de sourires, de rires et de petits bonheurs partagés. Je suis sûre que tout le monde va passer agréable maman, à l'accompagner à la programme. Merci. شكرا لك عمر حسون التلميذ الرائع والمبدع دائما. ونخط رحال في فقرة أيام دولية ووطنية رفقة أول تلميذ جعفر إدريسي. فليتفضل جعفر. Bonjour. La désertification est une catastrophe pour notre planète. La sécheresse, la déforestation, les changements climatiques, le surpâturage et l'agriculture intensive sont souvent la cause de la désertification. Il existe des solutions simples pour lutter contre ce phénomène, comme planter des arbres pour fixer les sols, fertiliser les terres et bien les irriguer, construire des barrages et entretenir les oasis. Il ne faut jamais oublier que la planète peut se passer de nous, mais nous ne pourrons jamais nous passer d'elle. شكراً لك. ونمر مباشرة إلى أيوب مطوي في نفس الفقرة. تفضل أيوب. أكتيف الميكرو ديالك. أظن أن أيوب لديه مشكل على مستوى شبكة الإنترنت. نمر من أيام دولية ووطنية. أيوب مطوي تفضل ولدي. السلام عليكم. تصحر هو تدهور الأراضي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة وجافة شبه الرقبة، أو تصحر لأن النظمة البيئية للأراضي الجافة ظل استغلالا مفرطا. ويحتفل باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف سنويا لإذكاء الوعي العالم بالجهود الدولية لمكافحة التصحر. وتعد هذه المناسبة فرصة فريدة لتذكير جميع تحديد آثار تدهور الأراضي يمكن تحقيقه خلال حل المشكلات والمشاركة المجتمعية القوية والتعاون على جميع المستويات. شكرا. شكرا للمراسل أيوب مطوي. ونبت الاتصال رفقة المراسل غالي أسو والذي سيعطينا اليوم قصة الأسبوع. تفضل غالي. غالي
الميكرو ديالك ديزاكتيفي، حاول تاكتيفي الميكرو. تفضل يا غريبة. Et le cheval malade. À la ferme, le cheval est malade. Le vétérinaire dit au paysan, je lui injecte un remède. Si dans 3 jours il n'est pas remis, il faudra l'abattre. Le cochon qui a tout entendu dit au cheval, lève-toi, lève-toi. Mais le cheval est trop fatigué. Le deuxième jour, le cochon lui dit, lève-toi, vite. Mais le cheval ne pouvait pas. Le troisième jour, le cochon lui dit, lève-toi, sinon ils vont t'abattre. Alors, dans un dernier effort, le cheval se lève. Heureux le paysan dit, il faut fêter ça, on tue le cochon. Morale de l'histoire, il faut toujours s'occuper de ses affaires et surtout fermer sa bouche. Merci. Merci beaucoup, Rally, merci beaucoup. ومن فقرة قصة وعبرة إلى فقرة مدينة رفقة الرائعة خديجة مؤدب، تفضلي. السلام عليكم. مدينتي تقع مدينة بالملال وسط المغرب على سفوح بجبال أطلس وتتميز بجبالها الصاعقة وعيون المياه العذبة الطبيعية والوديان ومزارع الأشجار الزيتون والحوامض وتعتبر من المدن القديمة يجتمع الثرات والتاريخ مع الجمال الطبيعي الذي يتمثل في عين أسد الذي يعجي صيتي كما تتمتع بمناخ صحي طيلة السنة نظرا لكثافة أشجار بمحيط المدينة. السلام عليكم. شكرا لك خديجة، شكرا لك على هذه المعلومات عن مدينة بني ملال. شكرا للتلاميذ والتلميذات وللأستاذتين بشرى والأستاذة نوال على الإعداد القبلي لهذه الإذاعة. نشكر كذلك الآباء والأمهات على مساعدتهم الدائمة لأطفالهم. نضرب لكم موعدا آخر رفقة إذاعة أخرى غدا بإذن الله على أمواج أثير مجموعة مدارس القدرية.